السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم سان ستايل فاشن. مهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي، كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الإعجاب بالفيديو شرط أساسي مطلوب من حضراتكم فضلا لا أمرا، على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله هتستفيدوا منه. طيب دلوقتي انا بقى عملت عينه جنب كامل اهو، ماشي، جنب كامل تركب فيه الجزء اللي هو فيه حليه الكسر اهي، نبص عليه كده، ماشي، نبص عليه كده كويس، الجزء اللي فيه ايه الحليه بتاعت الكسر اهي، تمام، وتركب له المرد بتاعه، تركب له المرد بتاعه اهو، فده جنب كامل يتركب، اتخيط من الجنب في البلوزه، اتقفل من السفره نفسها، اتقفل منين؟ من السفره نفسها. نبدا بقى نشوف ايه، نبدا نشوف حاجه، نشوف الجنب التاني احنا هنعمله ازاي. نشوف ايه يا جماعه الجنب التاني احنا هنعمله ازاي مع بعض، تمام. انا بس حبيت اوريكم العينه ديت اهي. اول حاجه ركبت الجزء دوت اللي هو فيه الكسر مع الجزء التحتاني، اديت له الشيمه بتاعته، جهزت المرد ده كده وعملته، وقفلت الجناب وقفلت ايه الكلام ده كده، تمام. وايه تاني برضو اتعمل؟ دي ده كم اهو، شايف الاسوره بتاعته بقى لما اتعملت بايه؟ بنظام الكسر بتاعتها، ماشي، ده كم كامل اتعمل، ماشي. هعمل لكم برضو ايه الكم التاني، دي الاسوره بتاعت الكم التاني، يبقى ده كم عينه اتعمل برضو، على اساس ايه؟ نشوف الكم هيتعمل ازاي وهنركبه ازاي. عشان ايه؟ عشان اختنا اللي قالت ايه، لان الكلمه ديت يعني يمكن شبه ان هي اثرت في الواحد قوي، ان انا محبطه ان انا مش عارفه اطلع. فعلا انت اصلا لما بتحس ان الدنيا قفلت ومش عارف تظبط حاجه، ماشي، فانت بتصاب من نوع من الاحباط وتروح ايه سايب الشغل خالص. لا لا لا، مش هو ده الاسلوب، ولا هو دوت اللي احنا بنتعب عشان تتقال ايه الكلمه دي. لا، احنا اصلا بنتعب وبنوريكم الحاجه مره واتنين وعشره، على اساس ايه؟ على اساس ان انت وانت تقدروا تظبطوا ايديكوا، ماشي. الحاجه ما بتجيش من مره ولا من اتنين ولا من عشره. شوف احنا بنقولها ايه، قلت لكم ايه من الاول خالص، الشغلانه بتاعتنا شغلانه الصبر، فاما تصبر عليها لا اما تسيبها. شوف احنا بنتكلم بصراحه ازاي، لان الشغلانه دي شغلانه صبر، تمام. اشوف الحاجه مرة واثنين وثلاثة، أجربها مرة واثنين وعشرة لغاية ما إيدي تظبط فيها، أشوف الخطأ فين وتعالى قول لي، اتصل بيا، سيب لي كومنت، ماشي، إن أنا الحاجة دي مش عارف أعملها، هعيدها لك مرة واثنين وأبدأ أفهمها لك واحدة في واحدة. يمكن المرة الأولانية أنت ما استوعبتهاش، الثانية ما استوعبتهاش، الثالثة بدأت تاخد فيها أصلا نسبة 10%، الرابعة أخدت فيها 40%، 50%، 100%. لكن تيجي تقول لي لا انا اصلا احبطت ومش هقدر اشتغل في حاجه، طب ما هو دوت اصلا اللي عايزه منك اصلا في حد ذاته، اي حد مش عايزك تنبغ في شيء، تمام. فعايزين نشوف الكم هيتعمل ازاي، هيتركب ازاي، عشان ما تقول لي ليش ان هو ايه شادد مني، في زياده، في عبعبه، نشوفه احنا هنركبه ازاي. نبدا مع بعض ونعمل الجنب الثاني ونجهزه على المكنه ونشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا نبتدي مع بعض اهو، نبدا نشتغل اهو. الوش، في الوش ده كده، بص بقى، نخلي الجزء اللي فيه الكسر ده على 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 المشط من تحت، ما نخلوش من فوق، تمام. ليه؟ لان الجزء اللي فيه الكسر في مط في هتبقى هتلاقي فيه لكره جديده، ليه؟ عشان في كسر معموله فيه، فانت تخليه فين؟ تخليه على المشط تحت، ما تخلوش ايه على
الجسم ما تخلوش على وش على تحت الدواسه هنا. ادي الشكل اهو ماشي. هنبدا بقى نعمل اوفر وندي الشيمه على الايه، على الجسم نفسه مش على اللي فيه الكسر. ليه؟ لان لما تعمل على اللي فيه الكسر هتبص تلاقي ان في تانيات بقى بدات تشد، لكن لازم الكسر تبقى نازله ايه مستريحه كده بالظبط. فانا نعمل اوفر ونيجي نرجع مع بعض تاني. عملنا اوفر ماشي، ندي بقى الشيمه اهي. الشيمه فين؟ على الجسم ده. الكسر مالهاش دعوه بحاجه، الكسر نازله بطبيعتها ايه. ايه تاني؟ نحضر بقى ايه، نجهز الباندا مع بعض، نجهز المرض نفسه مع بعض، نجهزه على المكوى عشان ايه نعرف كده انا خلصت ايه، خلصت الجزئيه دي كده. عايز ايه؟ عايز المرض ماشي، عايز المرض اللي هو هيقفل على الجزء ده كله. نجهزه مع بعض على المكنة على المكوى ونيجي نركبه مع بعض. يلا بينا نجهزه مع بعض. احنا دلوقتي نوت على المكوى اهو. بص بقى، دي اللي احنا هنعمل بيها المرض بالطول ده كده تمام. شوف انت ليك ان انت ممكن تاخدها مستقيمة كده على طول ماشي، لكن احنا هنعمل حاجه تانية. انا طالما معايا قماش ممكن اعملها بالايه، ها ممكن اشتغلها بالورب كده، ممكن اشتغلها بالورب كده تديني شكل في الكروهات كويس. هو اديها لك اهي، انا كده بلزق ايه قمر الفازلين ده، ايه فازلين القمر ماشي. ده بيبقى اوريدي بيجي بنفس الشكل ده كده يا جماعه، بيجي بنفس ايه الشكل ده كده بالظبط ماشي. بيبقى ده العرض بتاعه 3 سنتي، وفي الجزء المخرم من الناحيتين دول انا بتني عليه، وممكن ما اتنيش عليه برضه. يعني انا هوريك ان انا هتني جنب ومش هتني الجنب التاني تمام. دي كده ايه المرد اللي انا عايز اعمله، بس هعمله بالايه، بالورد، مش هخلي الكاروهات ها على ايه، على استقامتها، لا انا هشتغله بالايه، بالورد تمام. زي ما ايه، ما هنشوفه دلوقتي كده مع بعض، زي ما هنشوفه ايه دلوقتي كده مع بعض كده. خلاص قص لي بقى الجزء ده، قص لي ايه الجزء اللي انت لازقه ده، فازلين، فازلين اسمه فازلين ايه قمر ماشي. بتتجاب لفه على بعضيها كده، لو انت هتجيبها من الازهر او من الموسكي اللفه دي بتبقى في حدود 12 جنيه ماشي. فيها بتاع 40 متر، فيها بتاع ايه 40 متر، في حين ان انت لو هتجيبها بالمتر بس من بره المتر هيدولك بخمسة جنيه. يعني اللفه اللي هي ب 40 اللي هي ب 12 جنيه تعمل معاه كام؟ تعمل معاه على الاقل 200 جنيه. انت شايف اللي هو اللي بيعملوه في الناس؟ فانت تجيبها ايه؟ جمله على بعضيها بحق ايه؟ بحق 3 متر. بحق 3 متر. ماشي؟ فهو دوت اللي ايه اللي احنا بنعمله وبن ايه وبنصممه هنا ماشي. كده اهي شايف بقى هتبقى ايه بالورب بنفس الشكل ده كده. واجي بقى اروح جاي ايه كاسر من ناحيه اهي على ايه، على الجزء المخرم ده، على ايه الجزء المخرم اللي هو باين قدام حضراتكم ده كده تمام. هو ده اللي انا هكسر عليه، بس هكسر من جنب واحد لان انا مش عايز العرض ده كله، عايز عايز المرد نفسه يبقى اكنس من الثلاثة سنتي دول. فانا بكسر من جنب واحد وهوريك الناحيه الثانيه انا اكسرها ازاي. كده انا كسرت من جنب واحد، شوف الناحيه الثانيه مش اكسر على ايه؟ على النقط اللي هي معموله، لا اكسر على ايه؟ على بعديها بشويه اهي. عشان اخلي المرد معايا ها؟
ما يبقاش بنفس العرض ايه بتاع القمر كله، لا انا عايزه اقل، عايزه ايه اقل عشان يظبط معايا كده. يبقى انا بعمل ايه؟ ما يسمى بتجهيز المرد. بايه؟ تجهيز المرد على المكوى الاول، وبعد كده نروح ايه نعمله على الايه. بص هيبقى عامل زي اول، تمام؟ نعمله على الايه، على المكنة، نثبته عشان يبقى خلصنا الصدر كله مع بعض بنفس ايه الشكل ده كده. طبعا بغض النظر ان المكوى اللي انا شغال بيها مكوى بخار، المكوى العاديه تنفع، بس شرط ايه؟ ان انا استخدم بخاخه الميه. شايف الشكل هيبقى كده بالظبط، تمام؟ نروح بقى كده بعد ما جهزنا المرد دوت نركبه على الجسم نفسه. يلا بينا نركب بقى المرد. ماشي، تعالى بقى كده من جوه عشان يقلب على بره، من جوه عشان ايه يقلب على بره. ادي الجوالي اهو بتاعي الداخلي اهو، وهاجي اروح مركب المرد بنفس الشكل ده كده. طبعا انا اوريلكم التاني عشان يبقى ايه هو كعينه بالنسبه لي. الاخت اللي اصلا سالت بتقول لي اصلا هي المكنه اللي انت شغال عليها انت بتعمل فرماتوره من غير ما تدوس على الايه على الفرماتوره بتاعتها. هي المكنه اوتوماتيك، المكنه اوتوماتيك اصلا هي اللي بتعمل الفرماتوره بنفسها، وهي اللي بتقص الخيط لنفسها. ماشي، عشان بس هي كانت في اخت بتسالني الات بتقول لي المكنه اللي حضرتك شغال عليها ازاي بتعمل الفرماتوره من غير ما ايه ما تدوس على الفرماتوره نفسها. المكنه نفسها يا جماعه اوتوماتيك، هي اللي بتعمل الفرماتوره بنفسها وهي اللي بتدوس الخيط لنفسها. تعال بقى ادي المرد اللي احنا بنعمله اهو، تمام؟ من جوه وقالب على بره، وفي البيتو اللي هنا عشان هياخد هاف كول هنا، ده البيتو اللي هنا، تمام؟ هنشوف البيت واحنا هنعمله ازاي. انا دلوقتي بركب اهو من جوه اهو، اظبط ايديا. بص على فكره انا في سنتي اهو جوه، لو انت مش هتعرف او انت مش هتعرفي تظبطي ايدك في السنتي دوت لازم تعلميه بمسطره الاول، ماشي؟ عشان تمشي عليه ايه الحرف ده ازاي، زي كده بالظبط، زي كده بالظبط، عشان بس ايه يعني اصلا انا عارف انا بظبط ايديا ازاي. طب انت مش هتعرفي تظبطي ايدك، هتروحي عامله ايه؟ هتروحي جايه بالمسطره كده مظبطه السنتي ده اهو كده، تمام كده. وبعد كده اروح ايه ماشي عليه بالايه بالمرد بتاعي اهو كده. هتعرف تظبط السنتي جوه من غير ما تبقى شايفه؟ ماشي، مفيش مشكله اهي، تمام يا جماعه كده. مش هتعرف زي ما وريتك بالمسطره والقلم اروح محدد السنتي بتاعي اللي انا همشي عليه المرد ده كده. ما شدش اللي تحت، ما شدش اللي فوق، الاثنين يبقوا مستريحين مع بعض. تمام كده اهو، دي ايه المرحله الاولى من المرد. تعالى بقى قبل كل حاجه اروح عامل ايه البيتو بتاعي. ايه البيتو ده؟ البيتو دوت اللي هو ايه؟ لو انت اصلا اول مره تشوفني هتستغرب لللفظ ده كده. البيتو هي الجزئيه دي، مش انا المرد اهو اللي هتركب هنا اهو النص ياقه بتاعتي او الهاف كول، فده الجزئيه الثابته اللي هنا دي كده اسمها البيتو، او الكرسي او المسند اللي هتسند عليه النص ياقه هتقف هنا، تمام؟ عشان بس نبقى عارفين انا بتكلم ازاي، تمام؟ وهوريهولك دلوقتي، هوريهولك في حاجه معموله، هوريهولك في حاجه ايه معموله. بس ايه انا يعني عشان ايه ما نعطلش نفسنا اهو باجي كده اروح ظابط دي بقى كده. وبدي ايه ال 2 سم بتوع البيتو كده، واروح جاي مقفل الحته دي مع بعضيها اهي على الفورت اللي انا ايه عملته، على الفورت اللي انا عملته.
هنا اقلبه بقى ايه بالايه وبيته ده كده اهو، ونبدا نعمل ايه نقفل المرد بتاعي بقى. المرد بتاعي معمول على اول وتاني، الاول الخط الاولاني، ادي التاني بتاعي ان انا بقفل بقى المرد كده بنفس الشكل ده كده. وزي ما قلت لك المرد معمول بالايه بالورد زي ما وريته لك وجهزته لك على الايه على المكتب. يبقى احنا الفيديو دوت زي ما قلت لك هنخلص فيه المرد، خلصنا فيه تركيب الجزء اللي هو فيه القصب، نقفل فيه ايه البلوزه بتاعتنا عشان يبقى الجزء الجاي تركيب ايه عمل الكم زي العينه اللي انا وريتها لك، وايه وايه تاني وتركيب الكم نفسه. شايف اهو ما يلفش من ورا، يعني بص كده مش لافف من ورا ولا اي حاجه، نفس الحكايه اوعى يلف من ورا يبرم منك. ماشي، ادي ايه المرد بتاعي بنفس الشكل ده كده اهو، شايف بقى من ورا ولسه ما اتكواش ولا اي حاجه ولا لافف ولا بارم ولا اي حاجه. تمام، بعد كده اروح جاي ايه تعالى بقى نركب، شايف النظافه بتاع تركيب السفره نفسها، ما انت عارف ان السفره معايا مجوز، واحده بالورد واحده عاديه. تمام، هنعمل ايه حاجه، نروح جايبين السدر اهو عاملينه على الجزء ده كده. تمام كده، ادي واحد اهي، هنمشيها مع بعض خطوه خطوه، نمشيها مع بعض ايه خطوه خطوه بنفس الشكل ده كده. ادي واحد ماشي كده، انا قفلت الايه الصدر اهو مع الايه مع الضهر. اجي بقى ايه بقيه السفره دي انضف بيها، ما انا معايا السفره هنا اهو، بص نبص مع بعض كده عشان ما ابقاش بتكلم في وادي وانتوا في وادي. شايف السفره من بره وجوه على نضيف اهي، من بره وجوه على نضيف. ازاي؟ ان انا دلوقتي خدت الخط الاولاني، طب إيه فين النظافه بقى هنا؟ ان انا جاي عامل دي كده، بص معايا، مش هي كده السفره اهي، ادي واحده اللي هي بالورد والثانيه السبت، بص كده اهو جاي عاملها كده. بقى دلوقتي ايه الامامي سندوتش ما بين الاثنين اهو، سندوتش ما بين الاثنين، ما بين الورد وبين الايه السبت يا جماعه. ماشي كده بفضل الله عز وجل، يبقى ايه قفلت ايه الكتف نفسه، بص حضراتكم او بنفس الشكل ده كده، وبدي شيمه بقى ايه هنا اهو كده، تمسك الشغل كده كويس مع بعض كده. تمام كده تمام اهي ماشي. بعد كده اروح مقفل الجناب بتاعتي حسب الكشاتير بتاعتي. ايه الكشاتير ديت؟ العرض بتاع ايه؟ العرض بتاع الخياطه نفسها، اظبط كده اهي ماشي. ولو هتسيب فتحه في النق في تحت هنا، سايب فتحه هي 10 سنتي، بص حضراتكم قشطوره ايه انا محددها وباينه قدامي، يمكن ما تكونش باينه في الكاميرا لكن هي باينه قدامي عشان معموله ب زي ما قلت لكم مش هشتغل بغامق فيبان معايا في الشغل من بره كده. بفضل الله عز وجل البلوزه كلها اتقفلت بنفس الشكل ده كده. ما نساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي مطلوب من حضراتكم ماشي، فرض شرط اساسي مطلوب من حضراتكم. تمام، عشان نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله تستفيدوا منه. الفيديو الجاي بقى هنشوف ايه الكم بالحاجات اللي احنا عملناها فيه. تمام، ادي هتبقى المرد بتاع العراوي والزرايب بنفس الشكل ده كده. الدلع الخير كفاعل، ده الاصل والاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. واخر حاجه اقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.